السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه باغادي ديكو. كنتمنى ان الجميع يكون بصحه جيده وتكونوا مرتاحين. اليوم غنحضروا ياغورت منزلي او رايب، كل واحد اشنو كيسميه، بطريقه ناجحه وسهله للغايه حتى المبتدئات ممكن انهم ينجحوا فيها. غير تبعوا معايا بعض التفاصيل اللي ضروري انكم تعرفوها وتفهموها قبل ما تحضروا هذه الوصفه. فنمشيو على بركه الله نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا لهاد الوصفه لتر ديال الحليب، من الاحسن انه يكون حليب بلدي، يعني حليب ديال البقر. انا ما توفرش عندي فغندير هذا ديال البواطه. وغادي نحتاجوا كيس من سكر فاني وعلبه ديال الياغورت بنكهه الفاني او اي نكهه كتفضلوها، وجوج معالق كبار ديال السكر. من الاحسن ان السكر ما يكونش كتير باش تنجح لينا هاد الوصفه. بالنسبة للياغورت حتى هو كنفضل انه يكون عاقد. كناخدو كاسرونة ونديرو فيها الحليب وغنحطوه فوق النار يغلي على نار ما تكونش عالية، متوسطة او مهيلة. نحركوه بحال هكا بالمعلقة باش ما كيديرش لينا الفريرة، خصوصا اذا كان حليب بلدي، لاننا غنضطروا نحيدوا الفريره وغنحيدوا معها بعض المكونات ديال الحليب. هنا كنخليو الحليب حتى كيغلي، كما كتشوفوا كيبدا طالع. صافي كنطفيو عليه النار وكنخليوه حتى يوصل لواحد درجه الحراره اللي تكون دافيه، ماشي بارد وماشي ما يكونش سخون بزاف، لان غنضيفوا عليه الياغورت. فاذا كان بارد فدوك الخمائر اللي كاينين في الياغورت اللي هما اللي غينجحوا لينا الوصفه ديالنا او لي باكتيري ما غاديش يتكاثروا مزيان. والا كانت الحراره عاليه فهذيك الحراره ديال الحليب غتقتل لينا لي باكتيري اللي كاينين في الياغورت، وفي نفس الوقت ما غتنجحش لينا الوصفه. فهنا ضروري ان الحراره تكون دافيه، يكون الحليب دافي فقط باش كنعرفوا. كنديروا اصبع ديال يدينا في الحليب الى قدرنا اننا نستحملوا الحراره. صافي هذيك هي الحراره اللي بغينا، هانتوما كما كتشوفوا بهذه الطريقه. وفي نفس الوقت كنبقاو نحركوه مره باش كيبرد، وفي نفس الوقت ما كيديرش لينا القشره اللي هي الفريره. انا درت زلافه درت فيها الياغورت والفاني والسكر. الا كان الياغورت فيه الماء نحيدوه، وبعد ما كيوصل الحليب لدرجه حراره اللي يدينا كتستحملها كناخذوا منه شويه باش غنخلطوا هاد المكونات اللي درت هنايا. هنا مرحله مهمه، ضروري هاد الياغورت ندوبوه في الحليب. فكنديروه في زلافه وندوبوه في شويه ديال الحليب، عاد كنرجعوا كل شيء في الكاسرونه. ما نخليوش البقايا ديال الياغورت في الزلافه لاننا محتاجين هادوك لي باكتيري ديال الياغورت، ما نسمحوش فيهم. وكنخلطو مزيان صافي، وكنكبوه في كيسان او زلايف او على حساب اشنو موجود عندكم. انا بقاو عندي غير هاد الكيسان اللي فارغين، الاخرين عامرين، فغنكمل بزلافه شويه كبيره. فهاد الكميه كتعطينا تقريبا واحد 8 الكيسان من هادو. انا غنغطي هاد الكيسان ببلاستيك غذائي باش كنحافظوا على الحراره ديال الحليب تبقى لمده اطول. اللي ما بغاش يدير بلاستيك غذائي ممكن يدير بابي ابسوربون من الفوق، ما يعمرش كيسان بزاف، يدير بابي من الفوق ويعاود يغلفهم ببلاستيك غذائي. من بعد انا خديت بواطه كما كتشوفوا ديال البلاستيك، درت فيها فوطه في الاسفل باش ما نخليش الكيسان ديالي يقيسوا البروده ديال سطح العمل مباشره. فباش يبقاو دافيين درنا الفوطه، وغادي نعاود نغلف البواطه بالبلاستيك لان الغطاء عندي كيدخل الهواء، يعني ماشي محكمه الاغلاق. الا كانت عندكم بواطه محكمه الاغلاق فما غتحتاجوش ديروا بلاستيك في هذه المرحله.
هنا هاد شي كله كنديروه باش كنبقاو محافظين على الحرارة ديال الحليب ما يبردش لينا بسرعة باش الوصفة تكون ناجحة ويتخمر هاد الياغورت على خاطر. من بعد غنغطي بهاد الغطاء ديال البواطة وغادي نحطو بحال هكا وسط واحد الغطاء او كوفيرتور. انا غندير جوج وممكن نديرو اكثر باش كيبقى لينا دافي. كنخليوه في واحد المكان في المطبخ صافي وما نبقاوش نقيسوه يعني ما نحركوش من الاحسن. انا درتو في الليل وخليته بات ليله كامله. ممكن ديروه في الصباح والفطور او السحور. في اليوم الموالي غنحل عليه وهالنتيجة كيجينا ياغورت ناجح متماسك عاقد كما كتشوفوا. يكفي انكم تتبعوا هاد النصائح اللي عطيتكم في الفيديو فيه كل شيء اللي ضروري تعرفوه باش نجح لكم الوصفة. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بصحة وراحة وشكرا لكم على حسن المتابعة. وإلى عندكم اي سؤال او استفسار مرحبا. شكرا لكم والى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله.